بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإخوة القائمون على هذا المؤتمر، إدارة الجلسة، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع البحث حركة التبادل الثقافي وعولمة الثقافة. لا شك في أن الحديث عن هذا الموضوع يعد ضرورة ملحة تفرض المرحلة المعاصرة التي نمر بها اليوم، نظرا لجسامة وضخامة التحديات التي تواجهها أمتنا الإسلامية، وأهمها الغزو الثقافي الذي يشمل جميع التحديات المختلفة. إذا ما أعطينا لكلمة الثقافة معناها الواسع، إذ كان من الطبيعي أن يقترن تحرر الأمة من الهيمنة الثقافية الغربية وما يسمى العولمة بتوجه مباشر نحو تحرير الثقافة العربية الإسلامية من عمليات التشويه والطعن والدس، بهدف تحقيق التوازن الحي بين الصلة بالتراث والمعاصرة. وإذا كان البحث في هذا الموضوع قد قدم أفكار يمكن أن تكون بداية لدراسات جادة في تعميق الوعي الثقافي لدى المواطن العربي المسلم تحديدا، من أجل التصدي للدعوات القائمة هنا وهناك والتي تستهدف تدمير الشخصية الثقافية العربية الإسلامية، والعمل على منع جميع الأساليب والوسائل المستخدمة في نشر الأفكار والثقافات المعادية للثقافة العربية الإسلامية. هذا يتطلب طبعا بناء شخصية ثقافية عربية مسلمة حتى تصل إلى درجة الحصانة ضد هذه الغزوات وهذه الأفكار المعادية. لذلك في مسألة بناء الشخصية الثقافية ومتكاملة الجوانب وقادرة على الدفاع عن هويتها الثقافية أمام الغزو الثقافي الأجنبي هي مسألة مهمة، خاصة في ظل هذه الظروف. طبعا البحث عبارة عن محورين، المحور الأول اقتصر على تحديدات أولية لموضوع حركة التبادل الثقافي بين الأمم والشعوب، واشتمل على توضيح بعض المفاهيم الأساسية التي تدخل ضمن موضوعة البحث وذات مساس مباشر بها، كالثقافة والمثقف والتبادل الثقافي. وأيضا فيما يتعلق مفهوم التبادل الثقافي، فقد عده الباحث بأنه مشروع يعتمد على عنصرين متوازيين بين طرفين هما الأخذ والعطاء. يعني مسألة التبادل الثقافي أكو عنصرين، أخذ وعطاء بنفس القيمة، لا أحد يعلو على الآخر، ماكو واحد بس يأخذ. المفروض التبادل الثقافي أخذ وعطاء بين الجهتين بين الطرفين، فهناك جهة تأخذ وفي الوقت نفسه تعطي بمثل ما تكون الجهة الأخرى تقوم بالفعل نفسه. ولهذا السبب وجدت هذه الفكرة رواجا في بناء العلاقات الإنسانية وإقامة التواصل الإيجابي بين الأفراد والشعوب الذي هو نتيجة للتبادل الثقافي. كذلك بالنسبة لعمليات التبادل الثقافي، فقد أكد الباحث أن هذه العمليات مهمة ودقيقة يشعر بها من هم على صلة بها، وتزداد صعوبة حينما يكون الجهل متفشيا بين الأغلبية العظمى التي لا تولي هذه الناحية ما يمكن أن تستحقه. وتناول الباحث أيضا مصادر التبادل الثقافي وتدخل وسائل الإعلام المختلفة بشكل فاعل بعملية التبادل الثقافي، وقد حددت تلك المصادر بالمدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة وبالصحافة والنشر ونشاطات المثقفين من الكتاب والأدباء والشعراء، وكذلك جمعيات الأدبية وحلقات الدرس في المساجد. أن حركة التبادل الثقافي بين الأمم انعكست على واقع الثقافة واختلاط الشعوب وتنوع الثقافات، كما أصبح من المؤكد أن وسائل الإعلام تعبر عن مرتكزات التنمية الثقافية في المجتمعات، حيث تقوم بعملية نقل الثقافة بنوعيها، الثقافة العامة والثقافة المعرفية، والتي يوكل إليها مساعدة الثقافات على التلاقح. أما المبحث الثاني فكان البعد الثقافي للعولمة، اشتمل على توضيح مفهوم العولمة لغة واصطلاحا، وكذلك الأكثر انتشار ملاحظة كثرة التعاريف بالعولمة وتعددها من اختلاف وجهات النظر حولها. هناك من يسميها الكونية، هناك من يسميها الكوكبة، لكن الشائع استخدام هو اسم العولمة. توجهات مستخدمين هذا المصطلح من رجال سياسة واقتصاد واتصال وغيرهم حسب اختصاص هؤلاء، فلذلك تعددت التعريفات. لم يتفق الكتاب والمؤلفين على تعريف محدد لمفهوم العولمة، كل واحد انطلق من اختصاصه في اتباعه للتعريف المناسب. أما الباحث
فقد عرف العولمة بالتالي: هي نظام عالمي هدفه ربط المجتمعات المختلفة وإخضاعها لمضامين سياسية وثقافية واقتصادية يتحكم فيها من يمتلك القوة التكنولوجية من خلال مؤسسات وآليات يوجهها نحو تحقيق نموذجه الخاص. كما تناول مفهوم العولمة الثقافية حيث أنها فكرة تقوم على تسييد الثقافة الرأسمالية، بس توضيح مفهوم العولمة الثقافية من المواضيع الحديثة، يعني فكرة تسييد الثقافة الرأسمالية تصبح الثقافة العليا حيث أنها ترسم حدود أخرى تختلف عن الحدود الوطنية، مستخدمة في ذلك شبكات الهيمنة العالمية على الاقتصاد والأذواق، وبذلك فإنها لا تكتفي بمسألة ترويج أفكارها وإنما أيضا تنفي ثقافة المقابل. طبعا أهداف العولمة الثقافية هي دمج الثقافات الوطنية وتعميم نموذج عالمي موحد لها يتخذ مظهر خاص بالقياسات الغربية والأمريكية تحديدا، وكذلك دعم وإسناد العولمة الاقتصادية من خلال نشر النزعات الاستهلاكية، وهذا طبعا موجود واقع حال، يعني حتى بالنسبة لبلدنا العراق لاحظ نشر النزعات الاستهلاكية موجودة وتصدير ماكو الاعتماد على الاستيراد حتى بالنسبة للفواكه والخضروات وغيرها. كذلك استخدام آلية السوق العالمية كمجال منافسة. أيضا يتفق الباحث مع الرأي القائل بأن نظم الإعلام الوطنية بغالبيتها تتحمل المسؤولية، نظم الإعلام تتحمل المسؤولية في استغلال إعلام العولمة للفراغ الذي تتركه في التعامل مع جمهورها، لأنها تتعامل بطريقة تسلطية وطريقة فوقية للأسف. لذلك فيجب على وسائل الإعلام العربية والإسلامية أن تعمل على استعادة جمهورها من خلال تقديم خدمات معلوماتية وإخبارية لسد الفراغ المعلوماتي الهائل. نعم بس الخاتم هاي أخشي إذا تسمح. وهكذا فإن مسألة تأثير العولمة على المواطن العربي المسلم من الاختراقات الثقافية هي مسألة مهمة وذات خصوصية متميزة، ويمكن أن نعد هذه العولمة الثقافية بأنها بدعة غربية ومشروع أمريكي تحديدا يراد من خلاله فرض الهيمنة الكاملة على العالم العربي الإسلامي باسم الموضوعية والحتمية التاريخية. طبعا العولمة الثقافية مشروع قديم جديد يستهدف مواجهة وتخريب الرؤية الكونية الشمولية للإسلام والمسلمين، في مشروع معادي قديم بلباس جديد. ثقافتنا العربية الإسلامية تعاملت مع الاختلاف بين البشر باحتوار مسلم الكون، لأن الدين الإسلامي جاء للبشرية جميعا، فمسألة الاختلاف في الدين والجنس واللغة هي من عوامل التعارف بين البشر بالنسبة لمفهوم الثقافة العربية الإسلامية وليس هي من عوامل الاختلاف. أخيرا نأمل الباحث أن يكون قد وفق في البحث حول هذا الموضوع، يمثل جهد بسيط في رفض ميدان الدراسات الفكرية والتاريخية، وأجد الشكر لإدارة الجلسة وكذلك للأخوة الحضور على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.